مساء الخير عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم انا حندير لكم وصفه الخبز، حاجه سهله كما يقولوا بفي توجد وما فيهاش المكونات بزاف. بون البنات شوفوا لي عندها ميزان، نعطيكم الكيل بالميزان، واللي تكيد بالكيله نعطيكم بالكيله. بسم الله. شوفوا هي فيها زوج كيسان ما دافي، زوج كيسان ما دافي. اطيح لكم 220 غرام ماء. عندنا الخميرة مغرفة ونص، السكر عندنا مغرفة، نغطوها خليها تخمر. غير تشوفوا هذوك لي بول عرف بلي راهي خمرت. ابي بخي هكاك واحد 5 دقائق، ماشي حاجة، جازو 5 دقائق هاي الخميرة طلعت. دوك نرمو الفرينة، نعطيكم بالميزان ونعطيكم بالكيل. وما تحركوش الخميره قبالة فوق الخميره هكذاك، ما تحركوش. نزيدو الكاس الزاوج، زوج، ثلاثة، نفر رابع، الرابع جا 480. دوك نشوفو الى خصنا تلحق لنا 500، ونديرو الملح، ها هو الملح، ونديرو مغرفة خل، غرفة خل. ونبداو نحركو الى خصنا الفارينة، نزيدو دوك لي 20 غرام تاع الفارينة، 20 غرام تاع الفارينة اللي تكون بالميزان هكذا. ما تعركوه ما تعجنوه ما والو، غير بالمغرفة. وضربوا هاكو تشوفوا، ها ما ينعرق ما والو، ها هام جاو زوج كيسان ما ربع كيسان فارينة، هاي جات سوا سوا لاباط. زوج كيسان ما ربع كيسان فارينة، مغرفة ونص خميرة، مغرفة سكر، مغرفة خل، والملح. هاهي شويه جاريه، زيدوها غير مغارفه، هذا ما كان ديروها زوج مغارف نزيدوه، هذا ما كان. ما تخافوها شوفوا جاريه، شوف خبطوا مليح، والفارينة مصيرة لازم تكون مصيرة باش ما يجيوكمش هذوك لي كغيمو. ساهل ماهل تاكلي خبز نقي. نخليوه يخمر هكا، خليوه المرة الاولى يخمر، ومن بعد نزيدولو نكاسيوه نديكازيوه ونزيدو المرة الثانية نخليوه يخمر. بون البنات شوفوا لي دي غازيتو المرة الثانية، عن بالي راني نسجل فيه فينالمون ما تسجلش. هذا دوك خلاص تخمر المرة الثانية، المرة الزاوجة راهو تخمر. دوك نفاصونيوه، دوماج ما تسجلش، دوماج انا عن بالي راهو يتسجل هو ما تسجلليش، دوماج. نديرو شوفوا البنات لا فارين بلون دو ترافاي، ها شوفوا هكا ديرو بالصفايه بالسيار هكذا، وبهذا لاسباتشي شوفو نحطو
شوفوا لا بات كيفاش راهي بلا كوبات. شوفوا كيف نديرولها. ها نقسموها اون 4. شوف تجي كوم اون 4. نزيدو نسوبودريو هكذا باش لا بات ما تلصقش في يديكم ونبداو نفاصونيو. ف ديرولها هكذايا سهله مهله. ها يجيوكم دي باغيت هايلين. شوفوا ها هي لا بات. ها ميم الا لصقتكم في يديكم ديروا الفرينه. ديروا هكا لي باغيت هكا. ها هكذا وتزيد تخمل. ما تخافيهاش كامل. ها نخليوها هكا تخمر غير تشوفوا هذاك الديكور هذاك لي بلي تكونفلاو اعرفوا باللي زاد خمر. شوفوا ا بوبري واحد 10 مينوت ميم با 10 مينوت ورميوها في الفوغ. ها دوك يخمر نوريه لكم. خليوها هكذايا راهو يخمر. واش راح نقول لكم لا روسيت تقول 420 ما دافي صافي جي زوج كيسان ما الكاس هذا ما كاش اللي ما عندوش. نديرو مغرفه ونص خميره تاع الخبز مغرفه كبيره تاع السكر ونخليوها تخمر واحد 5 مينوت هكذاك. نرمو عليها 4 كيسان 4 ميزور هذاك الكاس اللي كينا به الماء الفارينه. فارينه تكون مصيره وبالميزان تخرج لكم 500 غرام. تبعوا مليح 500 غرام تكون فارينه مصيره. نديروا لها مغرفه عينك ميزانك الملح ونديروا لها مغرفه تاع ماكله خل احمر ابيض ليسونسييل ما يكونش تاع اروماتيزي تاع الثوم ولا حاجه اخرى. خليوه يخمر المره الاولى ومن بعد ديغازيوه زيدوا خليوه يخمر المره الثانيه ومن بعد فاصونيوه. شوفوا البنات نعطيكم يونيدي كيما جات كلات كيما جا الفاصوناج معليش ليسونسييل يجيكم الشباب الداخل وكروستيون من الفوق. دوك تشوفوا كي نخرجوا من الفوق شوفوا كيفاش يجي يجي تعرفوا يشهي يجي مليح. شوفوا البنات ها من بعد لي فاصونيناه شوفوا كي قلت لكم يخمر يروحوا له هذوك لي تخي. شوفوا يبان لكم باللي خمر. شوفوا ميم با 10 دقائق ميم با خمر. دوك نديروه فوق يطيب غير تشوفوها هكا كما يقولوا تحمر اعرفوا باللي طاب. نتوما والكوشه تاعكم انا نديرو افون 200 درجه المده تاعو واحد النص ساعه ميم با يطيب. بون البنات هاو الخبز قدامكم هاو وجد ان شاء الله يكون عجبكم. شوفوا جا هايل طايب اسمعوا ما قدرتش نمسو سخون. بون البنات هاو نقسمه لكم شوفوا كيفاش جا. كيفاش جا شوفوا لي تخو شوف هاو جا الشباب ها نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم و على بروشين ان شاء الله.